في قصيدة أبغى أطلبها من بندر قبل نطلع من جو الصور وذا، يبي قصيدة يا أبوي اللي هو باسل. لا قصيدة أبو سعد. هذه قصيدة اللي في أبوي في السيارة صورت أنت إيه إيه إذا إيه. جيت تطلب أقول عطنا أحب قصيدة عندك وأعطيك. يا سلام يا سلام. يا أبوي لك وجه رضا مرخص ماه، ورخصت لك قبلها عيوني وروحي. الله أكبر. قلبي على طريق لبى من أقصاه وتركض بكعصابي وتبرج روحي، ما مر بي من عز كيف أقدر أنساه، وأنت الكرم منك يشيد صروحي. صدري لو إن شربت فم الصقر تملاه، ذكرك يقول لضيقة الصدر روحي من يتبع أثرك في دج الليل ما تاه، شفني بدعمك صرت أحقق طموحي. جعلت لي من غير وجه السعد جاه، وعلمتني كيف أقدر أبعد شبوحي. فضلك علي يا أبوي ما والله أجزاه، لأني ولو قصرت وجهك سموحي، تامر على مستقبل ابنك وتنهاه، ومما يكدر صدرك على النزوحي. وصابك الله والله ندور رضاه، اللي بعلم الغيب يعلم ويوحي. يا رب من غيرك من الشر يحماه، طول بعمر ابوي لو خدت روحي. يا سلام الله يسلمون الله يطول اعمار. وشيء مع باسل دمنا دخلنا في القصيد وما القصيد. يا باسل يقول لي يا ابوي انا لك سيف وسيوفك كثار، لكني اقرب لك من زرار ثوبك. طيب هذا بيت وحيد. يا ابوي انا لك سيف وسيوفك كثار، لكني اقرب لك من زرار ثوبك. قلت انا لو كل سيفي سل الهوش بتار، ما كان صارت نظره العين صوبك. يا سلام يا سلام. الله يحفظه ويصلحه. امين. باسل اجزل مني، والله انه اجزل مني 100 مره ما شاء الله تبارك. لكن اللي يمون على باسل من هذا المنبر يمكنني انا ما امون عليه رغم قربي منه. هذا هو على باسل لازم تسمع الكلام. اذا اللي يمون على باسل لازم باسل يعطي الشعر من وقته. للامانه هذا الشيء اللي انا كنت ويستحق. نعم لو رجع بك الوقت لا نصحت نفسك. نصحت نفسي. يا سلام. اي نعم.